هذا التكريم الذي أحسسنا من خلاله بالقيمة المعنوية وبالقيمة المضافة في مجال الاعتراف بالجميل والوفاء للأساتذة كانوا في ميدان الجهاد التربوي. التعليم الآن يحتاج إلى نماذج رسالية، نماذج يحكمها التكوين والعلم والمعرفة. إذا لم تكن هناك مادة للتكوين في البيداغوجية وفي التربية وفي علوم التربية وفي علم النفس مع الموهبة التربوية، يصعب القيام بهذه المسؤولية الخطيرة التي تجعل الإنسان يتحمل أمانة الجيل، أمانة التربية للجيل الكامل. التكريم يبقى فيه خصلتين بالنسبة إلي، فيه هدف تربوي وهدف أخلاقي. الهدف التربوي هو تعريف التلاميذ للمؤسسة أن هناك ضرورة للاعتراف بمن ساهم في تكوينهم، هذا شيء جميل جدا. ثم الجانب الأخلاقي هو تمرير هذا الخطاب، الخطاب ديال النبل والاعتراف بمن سبق ومن بصم في حياة أي مسؤول كان، هو المدرس والمعلم بصفة عامة. تعليمنا أزمتنا الآن، لو بغينا نهضروا بصريح العبارة، تعليمنا فيه اختلالات كثيرة، نتمنى أن تتجوز حاليا لأسباب كثيرة، وهو حينما تتخذ الدولة قرارات تعليمية لا يتم إشراك المدرس الحقيقي في اتخاذ القرار، وهذه العملية ديال التجريب التي يخضع لها التعليم كل مرة كلفتنا الشيء الكثير، معنى أننا أصبحنا حقل تجارب في التعليم، مع العلم أننا بإمكاننا أن نصوغ منظومة تعليمية خاصة بالمغربي والمغاربة وبانتمائنا الإفريقي وقربنا إلى أوروبا. قمنا بختم أنشطة السنة بوضع مجموعة من الأنشطة تقسمت بقسمين، قسمناها القسمين. الشق الأول فيما يتعلق بتقديم المسرحيات والأنشطة داخل لاسين، والشق الثاني خدينا ورشات اللي هي علمية فيما يخص علم الفيزياء والرياضيات وفيما يخص الطاقات المتجددة والبيئة، اللي برزنا من خلالها كل المكتسبات اللي خداوها وليداتنا في الأقسام ديالهم. الجديد في هذه السنة هو أننا قسمنا القسم الثاني من الحفل الاحتفاء والترسيخ ثقافة الاحتفاء بمجموعة من الأساتذة اللي قدموا الكثير لمنطقة ضرب وعزة، منهم أساتذة وكتاب وروائيين وجغرافيين أيضا، وضعوا بصمتهم في ميدان العلم والمعرفة، وعشنا معهم صراحة لحظات قوية جدا، لحظات جمعت بين الجيلين، الجيل القديم والجيل الحديث والجيل المعاصر الآن اللي من كيمثلوا وليدات مجموعة مدارس البيت سكول. طبعا دائما كنبقاو في السياق ديال أن العلماء ما ورطوا درهما ولا دينارا، ولكن ورطوا علما ينتفع به الناس.